ونبقى أيضا في القاهرة مشاهدينا، ومعنا الأستاذ حسين عبد الغني الإعلامي والمحلل السياسي المصري. أستاذ حسين، كيف تابعت كل ما يتم نشره من قبل الإعلام الإسرائيلي، وما هو هدفه الآن؟ حقيقة أنا عايز أكون صريح مع حضرتك، الحقيقة أن الموضوع أكبر بكتير من سردية إسرائيلية وسردية مصرية. الموضوع هو يتم في سياق بالغ الأهمية. أنا أقول تقريبا أنه بقاله حوالي أسبوعين لمن يتتبع مصادر المعلومات التي تأتي من إسرائيل أو تأتي من الولايات المتحدة، باعتبار أنه كما قلت ألف مرة هذه حرب أمريكية إسرائيلية أو حرب أمريكية أطلسية إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى غزة لتصفية القضية الفلسطينية تماما. وبالتالي منذ أسبوعين هناك انفجار في الحديث مرة أخرى عن الدور المصري. حتى هذا الانفجار في الحديث عن الدور المصري في صياغة ما بعد حرب غزة لم يكن بنفس القدر عندما وقعت الأزمة، وهذا يدل على أن هناك دوافع وعلى أن هناك تطورات، ولا بد لنا أن ننتبه بشكل واضح. الدوافع ممكن أن نقول بشكل صريح وواضح أنها مرتبطة بأن الفيتو، أو الذي كنا نعتقد أنه فيتو أمريكي على عملية رفح العسكرية، قد أزيل بعد موضوع 13 من إبريل، وهو الرد الإيراني على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على شخصيات أو على مواقع إيرانية في داخل إيران وفي خارج إيران، تتعلق سواء بالبرنامج النووي الإيراني أو تتعلق بدعم إيران للمقاومة الفلسطينية واللبنانية. وبالتالي هذا الانفجار في الحديث عن الدور المصري هو جزء من سياق. في هذا السياق، واحد، أن الولايات المتحدة الآن لم تعد تسأل أمريكا إسرائيل عن ما إذا كانت ستقوم بعملية رفح أو لا، ولكنها تتحدث في كيف تتم هذه العملية. الشيء الثاني، أن هناك في واقع الأمر نوع من أنواع الخطاب المرتبك. أحيانا السردية الإسرائيلية وهي سردية خبيثة وشريرة وتريد أن تضع المسؤولية على عاتق مصر، ليس فقط في موضوع الأنفاق، ولكن أيضا هي حتى تريد، وأرجو أن يعود البعض إلى قراءة الورقة الهامة للمركز المصري للدراسات والأبحاث الذي يرأسه خالد عكاشة في بداية الأزمة، وكانت ورقة مهمة بالمناسبة. هي أيضا تريد إلقاء عاتق غزة بعد الحرب على مصر وعلى الدول العربية والإسلامية. يعني هي تريد أن تكسب كل شيء، وأن يقوم العرب أو ما يسمونهم هم بحلفائها المعتدلين أن يقوموا عنها بكل شيء. الشيء الثاني، السبب في هذا السياق ليس فقط الهجمة الشرسة من محللين إسرائيليين ومسؤولين سابقين في أجهزة الأمن ومصادر مجهلة تابعة لبنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة. الموضوع أيضا أننا لا نقاوم هذه السردية بسردية متماسكة وصلبة وواضحة، كما حدث اليوم مثلا في بيان الهيئة العامة للاستعلامات. الرد واضح، الرد قوي، هناك كلام محدد يتحدث عن خطوات معينة تم اتخاذها، لكن نحن نفاجأ بتصريحات لبعض المسؤولين المصريين فيها تباين مع الخط الذي عبر عنه مثلا اليوم بيان الهيئة العامة للاستعلامات، وهناك ما يمكن أن يقوله، ممكن أن نقوله ارتباك. يعني التصريحات التي قيلت في CNN أخيرا لوزير الخارجية، أو التي قيلت في مؤتمر ميونخ للأمن، أعطت انطباعا أن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الأزمة من أن مسألة التهجير هو خط أحمر غير مقبول، تصفية القضية الفلسطينية خط أحمر غير مقبول، سيناريو اليوم التالي يحدده الفلسطينيون وليس الكوبوي الأمريكي أو الإسرائيلي غير مقبول. كل هذه الأقوال بدأ من خطاب قيل في ميونخ أو قيل على CNN أخيرا. هناك انطباع أعطي بأننا قد نقبل فلسطينيين في إطار اعتبارات إنسانية.
الإسرائيليون يمررون باستمرار سرديات متماسكة تدعي أنه لا الولايات المتحدة ولا مصر سيعترضان على عملية عسكرية في رفح قد يقتل فيها مئات الآلاف إن لم يكن أو عشرات الآلاف. وبالتالي لابد أن يكون الخطاب السياسي المصري خطابا متماسكا موحدا خشنا، هذا وقت خشن لا ينفع فيه الخطابات الرخوة. وبالتالي وبكل صراحة وبكل وضوح نحن الآن أمام هجمة إسرائيلية أمريكية على الرأي العام العربي، على الرأي العام العالمي، تحاول أن تدعي أن العجز الإسرائيلي، الفشل الإسرائيلي بعد 200 يوم من الحرب تزودها أمريكا بعشرات المليارات من الأسلحة بجسر جوي، هذه المقاومة الرائعة التي استطاعت أن تقاومها تريد إسرائيل أن تحمل فشلها العسكري لمصر، تحاول بدلا من أن تعترف بأن ما وضعته من أهداف لهذه الحرب كانت أهدافا غير واقعية، وأنه لا يمكن إطلاقا في أي وقت من الأوقات أن يتم استئصال مقاومة شعب محتل للعدو الذي يحتله، لم يحدث في التاريخ. مصر مثال في ذلك، لم تستطع أي قوة محتلة في تاريخ مصر وهي أقدم دولة في التاريخ في العصر القديم في العصر الحديث في المعاصر، لم يستطع أحد. مصر عندما هزمت في 67 بعد أسبوع واحد عملت حرب راس العش، معركة راس العش، وأعادت بناء قوتها في حرب الاستنزاف واستنزفت العدو، ثم خاضت حرب أكتوبر وانتصرت عليه استراتيجيا وعسكريا في العشرة الأيام الأولى لهذه الحرب. وبالتالي ليس هناك إمكانية لاستئصال المقاومة. إسرائيل بهذه السردية تريد أن تحمل مصر فشلها العسكري وخيبة أملها العسكرية، وتريد أن تحول التحالف الذي ظهر في التصدي إلى الهجوم الإيراني إلى تحالف نيتو شرق أوسطي تضم فيه كل الدول العربية والسنية إلى جانبها في مواجهة إيران. مصر لا يجب أن تكون طرفا في هذه اللعبة، نحتاج إلى خطاب سياسي متماسك وسردية سياسية متماسكة على غرار البيان الصادر اليوم من الهيئة العامة للاستعلامات، وليس خطابا يمكن أن يتم تفسيره لصالح السردية الإسرائيلية. شكراً. الخائبة. الإسرائيليون عجزوا عن حمايتي. أشكرك جزيلا، أعتذر لمقاطعتك لضيق الوقت. شكرا لك أستاذ حسين عبد الغني الإعلامي والمحلل السياسي المصري.